الجاسوس سياسي صراع مستمر في العالم، ولكن مع التعقيدات السياسية الأخيرة أصبح التجسس ومحاربته أمرا في غاية الصعوبة، خصوصا حينما يكون طرف دولتين كالولايات المتحدة والصين. تتهم واشنطن بكين ببناء منصات تجسس في كوبا، البلد الذي لا يبعد عن سواحل فلوريدا الأمريكي سوى 160 كيلومترا. لكن السؤال هنا، ألا تتجسس أمريكا بنفسها على الصين؟ الجواب نعم بالتأكيد. في شتاء عام 1950 و1951 قررت CIA تكثيف جهودها لزعزعة استقرار ماو تسي تونغ، وكان لديها بالفعل الكثير من العملاء هناك، وكان طبيعيا أن تضطر من حين لآخر لإخراجهم من هناك، سواء لانكشاف أمرهم أو لأي سبب آخر. هنا تبدأ القصة المأساوية لجون داوني، الطالب في جامعة ييل الذي اختير برفقة زميل له يدعى ريتشارد فيكتو وطيران اثنين عام 1952 للقيام بعملية إخراج جوي لعميل من شمال شرق الصين. لكن العملية فشلت وأسقطت الصين الطائرة، ما أدى إلى وفاة الطيارين وأسر جون وريتشارد. بقي الأمر سرا لسنتين، ورفضت CIA الاعتراف بأن الأسيرين يعملان لصالح الاستخبارات الأمريكية، وأغلقت الباب أمام أي مفاوضات مع الجانب الصيني، ما أدى إلى الحكم على الأسيرين بالسجن المؤبد. استمرت الإدارة الأمريكية في إنكار أي علاقة بين المخابرات والمعتقلين، وبقيت لعقدين من الزمن تقول أنهما كانا موظفين مدنيين في الجيش على متن رحلة جوية متوجهة من كوريا الجنوبية إلى اليابان، وأن عاصفة ما هي التي أسقطت الطائرة. رغم أن الصين اقترحت مراراً الإفراج عنهما مقابل اعتراف أمريكي بأنهما عاملان لها، إلا أن واشنطن بقيت مصرة على وصف العاملين بأنهما رهائن أبرياء، وبأنها لن تستسلم لابتزازات الصين الشعبية. وخلال كل هذه السنوات سعى عدد من زملاء الطالبين للضغط على الإدارة الأمريكية لإعادتهما، ولكن الضغط الأكبر كان من سيدة واحدة شكلت العامل الأقوى لواشنطن لتفاوض على إخراجه. هذه المرأة هي ماري، والدة داوني التي كانت تعاني حينها من مرض شديد، وشكلت بالنسبة للولايات المتحدة دافعاً وعاملاً تفاوضياً وضاغطاً على الصين لإقناعها بإخراج نجلها من سجون بكين. وكان لها ذلك بعد 20 عاماً من الضغط على الإدارة الأمريكية، ليطلق سراح ريتشارد عام 1971، ثم لاحقاً جون عام 1973 ليرى والدته قبل وفاتها.